السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة الألمانية. معايا أنا محمد شحاتة، أتمنى تكونوا بتستفيدوا من الحلقات، وأتمنى لو عندكم استفسارات، أسئلة، أمنيات، يعني عايزيني مثلا أعمل درس معين، حتى يعني الدروس دلوقتي طبعا هي للمتعلمين الجدد اللي هم مبتدئين، بس إن شاء الله النية إن هي تكون لحد 9.65. فاللي عنده حتى سؤال أو عنده قاعدة ضرورية هو مش فاهمها يقول لي، وانا اوعده ان شاء الله ان انا هعمل له حلقه بغض النظر عن دلوقتي على التسلسل اللغه، انا هعمل له الحلقه دي مخصوص. طيب ماشي، النهارده معادنا مع تركيب الجمله في اللغه الالمانيه، ذاتس باو وده ذاتس شتوكتو ام دويتشن. تركيب الجمله، احنا عندنا مبدئيا كده في اللغه الالمانيه ثلاث انواع من الجمل. جمله اسمها او زاج ذاتس، الجمله الخبريه. الجمله الخبريه دي موجوده في اللغه العربيه، انا مصري، انا بدرس الماني، انا عايز ابقى دكتور، كل دي جمل خبريه. وفي عندك بعد كده حاجه اسمها فراجزتس، في فراج، اللي بتبدا ب بفورت، ماشي، بتبدا باداه استفهام زي متى، هل، فان، فو، وهير، فيزو، كل ده هي ايه فراجزتس. يبقى انت عندك جمله خبريه عاديه، ماشي، وعندك فراجزتس. طيب وعندك بعد كده هيجي لنا في الحصه الجايه ان شاء الله هيجي لنا حاجه اسمها يا اودر ناين فراج. يا اودر ناين فراج ده اللي هو ايه الجزء الثالث من الايه من الجمله الالمانيه، اللي هي الجمله بتاعت هل في اللغه العربيه، جمله الاستفسار بهل. هل انت مصري؟ بيستو ايجيبتر؟ كومست هويتر؟ هل ستاتي اليوم؟ في الالماني مفيش هل، مفيش كلمه هل، بس انت بتبدا الجمله بالايه؟ بالفعل. طيب انا حطيت لك هنا ايه؟ 1 2 3، 1 2 3 على اساس ايه؟ المكان في الجمله، ماشي؟ طيب هنبتدي دلوقتي احنا مع الايه؟ مع الاوز زاج زاتس ونشوف. ماين نام ايست كونراد مولر. ماين نام ايست كونراد مولر. الحمد لله الجمله الالمانيه مطاطه، يعني ممكن ابتدي باي حاجه. اهم حاجه انا زي ما علمتكم ان الفيرب يبقى نومات 2، فيرب كومت ايما نومات 2، الفعل بيجي دايما رقم ايه 2. اسمي كونراد مولر، ماشي. طيب ممكن اقول لك ايه، انا عايز مثلا ايه احط كونراد مولر دي في الاول، يمشي. كونراد مولر ايست ماي نام، واخد بالك؟ ها، محمد هو اسمي، ممكن تقول اسمي محمد، لكن ممكن بقى عايز توضح تقول ايه اسمي محمد. انا مصري، مصري انا، صح؟ المهم اهم حاجه انك تجيب الفعل رقم ايه؟ رقم 2. طيب بعد كده ليزا شتوديرت ان باريس ميديسين. ليزا شتوديرت ان باريس ميديسين. ليزا تدرس في باريس الطب، تمام؟ الفعل دي رقم كام؟ رقم 2. وخلي بالكم يا جماعه، فيرب شتوديرن ده بيجي بمعنى يدرس في الجامعه، يدرس فين؟ في الجامعه. طيب ممكن انا اعمل ايه؟ ممكن اجيب ميديسين الاول. ميديسين شتوديرت ليزا ان باريس، ممكن، بس اهم حاجه الفعل رقم ايه؟ رقم 2، ماشي. ممكن اجيب ظرف المكان ان باريس، يا ان باريس شتوديرت ليزا ميديسين. ميديسين شتودير ليزا ان باريس. يبقى انا ممكن ابدا بليزا، ممكن ابدا بان باريس، ممكن ابدا بميديسين. اهم حاجه الفعل ده يا جماعه يجي رقم ايه؟ نمط 2، يجي رقم ايه؟ 2. طيب ايش ليرن يتست دويتش. ليرن دي مش معناتها بقى يدرس، ان هو يدرس في جامعه، لا، دي معناتها يذاكر، او يدرس بالسوري او الشامي، يدرس، يقعد يذاكر، ماشي، يتعلم مادة علمية اسمها ايه؟ lernen. ich lerne jetzt deutsch. ich lerne jetzt deutsch. انا بذاكر الان، او بتعلم الان الماني، صح؟ طب ممكن ابتدي بjetzt؟ ممكن ابتدي بظرف الزمان؟ نعم، jetzt الحين الان lerne ich deutsch. jetzt lerne ich دويتش، تمام؟ الحين اتعلم انا الماني، انا اتعلم الحين الماني، يعني مطاطه وزي العربي الحمد لله. بالظبط. طب ان اشبانيان، ان اشبانيان،
في إسبانيا spricht man Spanisch. In Spanien spricht man Spanisch. في إسبانيا يتحدث المرء اللغة الإسبانية. Spanisch spricht man in Spanien. تمشي كمان. تمام؟ طيب. Später يعني later. لاحقا فيما بعد في المستقبل. Später bin ich Arzt. Später bin ich Arzt. فيما بعد أو لاحقا سأصبح أنا طبيب. Arzt bin ich später. ممكن تبتديها كمان إيه؟ بArzt نفسه. تمام؟ فاهمين لحد دلوقتي؟ فاهمين ولا في سؤال؟ لو حد مش فاهم يقول لي عشان أعيد له تاني. طيب بعد كده نيجي للنوع التاني اسمه فراجزيتس سؤال أو في فراج. فراجزيتس أو في فراج. على فكرة الدرس رقم كام كان؟ الدرس رقم هو أنا عملت درس قبل كده عن الأسئلة في الألمانية فراج فيرتا الدرس رقم 15. فراغ فيرتا ادوات الاستفهام في الالمانيه فانت اربط ده وروح هناك اتفرج على الحلقه رقم 15. فو هي من اين فو هي كومن زي هنا في السؤال كمان ايه اللي هيجي رقم 2 الفعل بس ايه هيجي رقم 1 اللي هو الفورت ماشي اداه الاستفهام الفورت ماشي فراغ فوات اداه الاستفهام فو هي كومن زي من اين تاتي حضرتك في هايسن زي ما اسم حضرتك جبت أداة الاستفهام في الأول وجبت الفعل رقم إيه؟ 2 ما ينفعش أقول woher sie kommen ما ينفعش أقول wie sie heißen لازم بالترتيب ده ماشي؟ was machst du? what are you doing? بتعمل إيه؟ was machst du? wie heißen sie? woher kommen sie? wann arbeiten sie? wieso oder warum machen sie das? ها؟ womit gehst du nach Hause? وهكذا تمام؟ أتمنى تكون فهمت المرة الجاية إن شاء الله هناخد يا أو ناين فراجة زائد هناخد تدريبات إزاي إن إحنا نتعامل مع الموضوع ده ماشي؟ أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية أتمنى إنك تشوف الحلقة وتعمل على القناة بتاعتي سبسكرايب. السلام عليكم.